فانت بقى لما تقولها لا انت عندك حق تقوم رايحه تعمل ايه بقى؟ هتتطلق؟ ابدا، هتقفل البرنامج وما تتفرجش على سلا عبد السلام تاني. معقوله؟ مع انك ما قلتش على جوزها ان هو خاين من الاول، ما قلتش المسميات صح. اللي هو هو انت قلت هو مش خاين. مش خاين ده راجل، هو مش خاين. الخاين ده، الخاين ده اللي انا هقوم انا لاول مره في قصه حقيقيه هضطر اقوم والله. يعني ايه مش خاين؟ الخاين ده اللي قرر انه يعمل حاجه لمصلحته. هي دي الخيانه. لكن هو عمل ده لمصلحته، هو كسبان ايه من ورا الجواز؟ يعني الراجل الفقير اللي بيتجوز عشان يصرف على عياله فهو مش خاين، لكن الراجل الغني اللي عايز يمتع نفسه عارفه الحلقه دي فهو خاين. انت عارفه الحلقه دي بتفكرني مين؟ هقول لك بس استني، عارفه الحلقه دي بتفكرني بايه؟ ايه؟ فكرني باول حلقه ليا معاكي. كانت ايه؟ كان راجل، كان راجل اتجوز على مراته. كان قصه ملكه النحل ولا لا؟ لا كان راجل اتجوز على مراته اول حلقه خالص. كان راجل برضه اتجوز على مراته، بس اتجوز على مراته عشان الست ضحكت عليه، الست التانيه ضحكت عليه، وبعدين هو اعترف انه غلطان وكان عايز يطلقها. دي اول حلقه خالص، كانت الموسم الاول ولا التاني. انا عايز يعني من 4 سنين مثلا. عايز اشكر الراجل ده لانه راجل محترم وقرر ان هو عايز يطلقها، لكن انا مش عايز اشكر الراجل اللي معانا النهارده لاني مش مصدقه. طب هو سايب لداليا الاختيار، قال لها اعملي اللي انت عايزاه. داليا هو ازاي سايبها؟ صحيح بقى لها شهر كده سايب لها الاختيار. عايزه تتطلق هتتطلق، هيطلقها الراجل. هو هيستغنى عن التانية بسهوله كده؟ يا هو مش هيستغنى عن التانية، هي التانية حلت له مشاكل كتيره. التانية ما غلطتش في حاجه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ استنى بقى، التانية جت ساعدته. يعني التانية هتبقى اغلى من الاولى؟ لا مش اغلى من الاولى، بس ما غلطتش في حاجه. هو انت عايز تاخد كل حاجه؟ ساعدته يعني مش عشان العيله اهو. ساعدته خلاص، هو دلوقتي ما يقدرش يظلم التانية او يظلم الاولى. هو هيسيب لهم الاختيار. هو ظلم نفسه. هو بيني وبينك هو ظلم نفسه. طيب هو ظلم نفسه فعلا، هو طلع شهم، هو ظلم نفسه. كل ده عشان خاطر عياله. لا لا لا، كل ده برضه هو هيعمل كل ايه؟ ده كل انتوا عايزيني اقطع نفسي؟ كل ده ما ديني رحت لها وهي وحشه ومديرتي وبضطر ان انا اشوفها كل يوم وابقى معاها عشان خاطر عيالي وعشان خاطر حموده. لا دكتور حمود انا مش قادره. لا 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 لا، هو ظلم نفسه امتى؟ امتى؟ لما اتجوز داليا من الاول وهو ظروفه الماديه منيله ب60 نيله، يعني وهو بيتجوز في شقه عمته بايجار قديم وهو مرتبه زي الزفت عشان كان بيحب داليا. هي ادي اخره الحب، ادي اللي نبنى بالحب. الفلوس دي كل حاجه؟ ادي اللي نبنى بالحب. يعني انت قبل ما تتجوز، انا هسالك سؤال بس، قبل ما تتجوز اسمعيني بس، اسمعيني بس، الفلوس اهم من الموده والراحه والسكينه. عايز اقول لك حاجه مهمه بس، عايز اقول لك حاجه مهمه دلوقتي. هو لما قرر انه يتجوز هو غلط؟ غلط. ليه؟ لان دي ظروف منيله ما كانش ينفع يتجوز فيها. لكن هو قرر انه بيحبها وقرر يضحي عشان يتجوز داليا ويتزنق ويستلف من عمته شقتها ويعمل مش عارف ايه ويتحايل على عمته توظفه، فهو غلط في الغلطه دي الاولى. ليه بس اول غلطه بس؟ ده بسبب الحب، بداعي الحب، وبداعي الحب غلط الغلطه الثانيه انه عايز يساعد اسرته انها تكمل.